يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحبتي في الله، أشكر ربكم سبحانه وتعالى أن جعلكم من خير أمة أخرجت للناس، أن جعلكم من الأمة التي قال عنها سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. جعل الله عز وجل العزة والرفعة لهذه الأمة باتباعها لأمر ربها وأمر رسولها صلوات ربي وسلامه عليه، وتأكيداً لهذه العزة أيها الإخوة، وتأكيداً لهذه العزة وهذا التميز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد نهانا ربنا في كتابه وعلى لسان رسوله، نهانا عن اتباع سبيل الضالين والمغضوب عليهم من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين وأصحاب الأهواء، نهانا عن السير في ركابهم، نهانا عن التشبه بهم وتقليدهم واتباعهم والتبعية لهم. وللأسف الشديد أيها الإخوة، في الأزمنة المتأخرة، فإن هذه الأمة بعد أن ابتعدت عن كتاب ربها وسنة نبيها، انتشرت في الأمة أمراض فكرية هي أشد فتكاً من الأمراض الجسدية، ومن تلكم الأمراض مرض التشبه ومرض التقليد الأعمى لغيرنا من الأفراد والعائلات والجهات والدول والأمم الأخرى. والمصطفى صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من تشبه بقوم فهو منهم، لأن هذا الذي يتشبه بالآخرين هذا دليل على محبته لهم، على محبته لمن تشبه بهم، وعلى رغبته الداخلية في أن يصير مثلهم. والله عز وجل جعله مختلفا عنهم في الخلق والخلق. وإذا ما تشبه الأفراد بغيرهم من الأمم الأخرى سرى هذا في جميع أفراد الأمة كما هو حاصل الآن، فتصبح الأمة تابعة لغيرها. وصلت لدرجة أيها الإخوة، من كثرة النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تنهى وتمنع عن التشبه والتقليد الأعمى، وصلت لدرجة أن اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كثرة النصوص التي تعمر المسلمين بمخالفة اليهود والنصارى ومن غضب الله عز وجل عليهم، قالت اليهود: ما ترك هذا الرجل، أي محمد صلى الله عليه وسلم، ما ترك هذا الرجل شيئاً إلا خالفنا فيه، شيئاً منكراً هكذا في كل الأمور، في كل الأمور، في اللباس،
في الأكل، في الشرب، في الحديث، في البناء، في تنظيم الأمور، في كل الأمور، ما ترك شيئا إلا وخالفنا فيه. فالأمر خطير أيها الإخوة، الأمر له علاقة وله يؤثر على عقيدة الإنسان وعلى دينه، لذلك نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك. المحبة الظاهرية أيها الإخوة توجب المحبة القلبية. إذا ما أحببت قوما وشابهتهم في ظواهرهم فإن هذه المحبة تسري لتصل إلى القلب، لتتحول من مجرد محبة ومشابهة ظاهرية إلى محبة قلبية. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في غير ما حديث صحيح، بيّن أن الاختلاف الظاهر أو التشابه الظاهر يؤدي إلى الأثر في الداخل. وقد شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لتسمون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. شرح ذلك الإمام الشيخ العلامة العلباني رحمه الله شرحا كبيرا وعظيما، وبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهانا عن الاختلاف في الظاهر، الاختلاف في تسوية الصفوف، فإن هذا الاختلاف إذا ما اختلف الناس في صفوفهم وتنافروا في وقوفهم وابتعدوا عن بعضهم البعض، فإن ذلك يؤثر على دواخلهم، يؤثر على دواخلهم ويحدث التفرق في القلوب. فإذا ما اجتمع الناس وسووا صفوفهم واقتربوا من بعضهم البعض أثر ذلك على دواخلهم وانتشرت المحبة فيما بينهم. لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله عز وجل بين وجوهكم وبين قلوبكم، في ألفاظ مختلفة لهذا الحديث. أحبتي في الله، صور التقليد كثيرة لا يمكن أن نحيط بها جميعا، لكن من صور التقليد المنتشرة أن يقلد المجتمع بأسره مجتمعا آخر من المجتمعات الأخرى، حتى سواء كانت إسلامية مسلمة، مجتمعات مسلمة أخرى، أو مجتمعات غير مسلمة. قد يقلد المجتمع بأسره مجتمعا آخر إسلاميا أو غير إسلاميا، مجاورا له أو غير مجاور له. تجد مجتمعا إسلاميا فيه المحافظة على الدين والمحافظة على العادات والتقاليد، تجده معجب بمجتمع آخر فيه التحلل من التقاليد، فيه الانحلال والتحرر من الدين ومن أحكام الدين. تجد هذا المجتمع بجهله بحقيقة الدين، مجتمع محافظ، تجده ينبهر بالانحلال الواقع في المجتمع الإسلامي الآخر مثلا، ويرى هذا الانحلال على أنه رقي وتمدن وحضارة، فينبهر بهذا الانحلال ويحاول محاكاة هذا الانحلال ومشابهة هذا الانحلال، ويبدأ في نقل صور الانحلال سواء كان في القول أو في الفعل أو في الاعتقادات، يبدأ في نقلها شيئا فشيئا إلى مجتمعه، حتى بعد مرور سنوات تجد كثيرا من صور الانحلال والتحرر من هذا الدين قد انتقلت إلى المجتمع المحافظ، المجتمع التقليدي بين قوسين، المجتمع الذي يحافظ على دينه وعلى أخلاقه وعاداته، تجده يبدأ يتحرر رويدا رويدا من الدين ومن العادات والتقاليد الحميدة، لأنه قد أعجب بمجتمع آخر سرى فيه الانحلال وسرى فيه التحرر من أحكام الدين. وقد يتشبه الأفراد كأفراد أو كعائلات بغيرهم من الأفراد وبغيرهم من العائلات في داخل المجتمع الواحد، في المظهر، في السلوك العام، في المناسبات الاجتماعية. تجد العائلات المحافظة أصبحت تقلد غيرها في مناسباتهم، في أعراسهم، في مآتمهم، في مختلف المناسبات، في طريقة الحياة داخل البيت. كل مرة تدخل عادة دخيلة ليست من عاداتنا
الإسلامية المحافظة التي كانت تحافظ على نفسها بالدين ثم بالأخلاق والعادات الحميدة التي أقرها هذا الدين، أصبح هناك التشبه من قبل الرجال، كثير من الرجال بالنساء ومن كثير من النساء بالرجال في الأمور المختلفة، في الأمور المختلفة أيضا من أنواع التشبه التي قد تخفو على الإنسان وهي خطيرة، وهي مسألة تشبه الإنسان بالشيطان والعياذ بالله فيما فعله الشيطان وفيما بين ربنا تبارك وتعالى أنه من أخلاق الشيطان ولا يجب على الإنسان أن يشابهه فيها. تشبه الإنسان بالشيطان في الغرور، الغرور من أخلاق الشيطان، الحسد، الكبر، التكبر، الحقد، الشرب اليسرى، الإفساد، السعي في الفساد بين الناس، بين الأشقاء، بين الآباء والأمهات، بين الأزواج والزوجات، بين الوالدين وبين الأبناء، بين الجيران، بين الأصدقاء، النميمة، النميمة والإفساد بين الناس، هذه من تشبه بالشيطان. أيضاً من عدم الصلاة، الاستكبار عن الصلاة، تشبه من الإنسان بالشيطان، هذه من صور التشبه التي تحدث في حياة الناس وهي منتشرة أيها الإخوة. أحبتي في الله، التشبه بالغير في الجوانب السيئة هو دليل على ضعف النفس للإنسان أو للمجتمع ولتركيبة المجتمع، أن هذا المجتمع لا يقوم على قاعدة متينة من الدين والأخلاق. ما دام تخلى عن بعض أمور الدين وعن أخلاق العادات الحميدة دل هذا على ضعف القاعدة، سواء لدى المجتمع، لدى الأمة بأسرها، أو لدى المجتمع، أو لدى الفرد. دليل على الضعف داخلي، دليل على الانهزامية، دليل على الإنسان هذا ضعيف الشخصية، دليل على أنه غير واثق من نفسه، غير واثق من دينه، وإلا لكان صابرا محتسبا ثابتا على الحق، دليل على الهزيمة النفسية. سبحانه وتعالى ينادي عباده بقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم من أهل الإيمان، فإن هذا الإيمان بهذا الإيمان يجب عليكم أن تكونوا أعزة، لا تهنوا، لا تكونوا من أهل الذل، لا تخضعوا لغيركم، لا تنبهروا لغيركم، أنتم أهل العزة، أنتم أهل الإيمان، أنتم أهل الرفعة، فلما تتشبهون بغيركم؟ الحق أن غيركم يتشبه بكم، كما حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الصحابة والقرون المفضلة، وفي عهد السلف الصالح، في عهد عزة هذه الأمة، أصبحت جميع الأمم تتشبه بأمة الإسلام، وتسير خلف أمة الإسلام، لما كانت هذه الأمة عزيزة، كانت عزيزة هذه الأمة معتزة بشرع الله عز وجل، لكن لما تخلينا وضعف إيماننا صرنا ننبهر بغيرنا من الأفراد والمجتمعات والأمم. التقليد والتشبه يدل أيضا على غلبة المتشبه به، لأن هو الغالب، هو الغالب، هذه حقيقة حتى في علم الاجتماع في التاريخ، حقيقة أن المغلوب يتشبه بالغالب، فإذا تشبهت به فهذا إقرار داخلي منك أنهم قد غلبوك وأنهم انتصروا عليك وأنك أنت المغلوب، سواء كنت فردا أم جماعة أم أمة، وهذا هو الذي تعيشه الأمة اليوم أيها الإخوة. أيضا التشبه يدل على خضوعك، على خضوعك لمن تشبهت به، كل ذلك أيها الإخوة يدفع الإنسان أن يعيش ضعيفا مهانا، ينتقد من هنا ومن هناك أشياء قد تكون مضرة، وفي الغالب وهي مضرة لدينه ولعقيدته ولنفسيته ولكرامته ولإنسانيته ولآدميته، لكنه لأنه ضعيف، ليس لديه قاعدة من الإيمان، يظل يبحث عن شيء من هنا وشيء من هناك، من الغرب والشرق ومن أمريكا ومن أوروبا ومن آسيا ومن كل مكان، يبحث عن أشياء قولية وفعلية واعتقادية يريد أن يرفع بها نفسه، لأنه يرى في نفسه أنه هو مهان ودليل، مهان ودليل، وهو كذلك لأنه لم يفقه حقيقة الدين. أحبتي بالله، لا بد لنا من الابتعاد عن هذا الأمر، عن التشبه بغيرنا في السيء من الأقوال والأفعال والاعتقادات.
عنه. هل التشبه في كل شيء قد أمرنا أو نهينا عنه؟ التشبه في السيء من الأقوال، في السيء من الأعمال، في السيء من الاعتقادات، فيما جاءت الشريعة بالنهي عنه، فيما يؤدي إلى انسلاخ الأمة من هويتها الدينية والثقافية والحضارية، كل ذلك هو السيء، هو الذي نهينا عنه، هو الذي نهينا عن مشابهة الآخرين فيه. فإن في ديننا غنى لنا عن كل أمر نحاول أن نتشبه بغيرنا فيه. إذا لبس المسلم لباسا مشتركا بين المسلمين وبين غيره، هذا اللباس ليس فيه محذور شرعي، ليس عاريا، ليس فيه إشارات أو علامات تدل على دين الآخرين، على انحلال أخلاقه من ذلك، ليس ضيقا يحجب العورة مثلا بالنسبة للرجال والنساء، ليس فيه فجور، ليس فيه كذا، لباس عام يشترك فيه الناس جميعا مسلم وغير مسلم. هل نقول هذا من الحرام؟ هذا ليس من الحرام. متى ينقلب إلى حراما؟ إذا كانت فيه مخالفة شرعية في نص يحرم عليك هذا اللباس، لأنه فيه شعار معين، أو لأنه ضيق، أو لأنه مشكوك، أو لأنه يحجب العورة، أو يبدي الفتنة وغير ذلك، هذا ينتقل إلى حرام، ويحرم عليك أن تلبسه وأن تشابه الآخرين في لباسه. أما إذا كان من الأمور التي نشترك فيها معهم وليس فيها حرام، وليس هناك نص في تحريمه من أكل أو شرب أو لباس وغير ذلك، فلا بأس بذلك. مشابه لهم في البحث العلمي، في الاختراعات، في مواكبة التطور والتمدد الذي لا يناقض شرع الله عز وجل، وليس هناك نص في كتاب الله يحرم ذلك علينا، هذا لا بأس فيه. هذه الأمم تتعلم من بعضها، تعلم أهل الإسلام من غيرهم، وتعلمت بقية الأمم من الإسلام حتى تكون الصورة واضحة لدى الناس. إذا لبست لباسا ليس فيه مخالفة شرعية، وحتى كان يلبسه الآخرون ولم يتميزوا به، بمعنى لباس خاص باليهود فقط، معروف أن لبس هذا لباس خاص باليهود، ليش لك أن تلبسه؟ أو لباس خاص بالكهان وبالرهبان وبالقساوسة في الكنيسة، لا يجوز لك أن تلبسه، لأن هذا علامة على أصحاب ديانة معينة، أو لباس خاص بالمجوس، أو لباس خاص بطائفة ضالة من عبدة الشيطان وممن يعظمون الحرام، وذلك لا يجوز لك. أما اللباس العام الذي تشترك فيه البشرية وليس فيه محذور شرعي فيجوز لك. ناهيكم عن بقية المحذورات التي سبق أن بيناها في خطبة عن اللباس، لباس الشهرة وغير ذلك. فهذه الأمور واضحة وبينة في ذهن كل مسلم. من الأمور التي فيها مشابهة كاملة لغيرها من الأمم وليس فيها خير أيها الإخوة، هي الألبسة الضيقة واللاصقة والعارية، هذه ليس فيها خير. لا يمكن لرجل يسمح لنفسه وهو يقبل الرجولة ويقبل قبل ذلك أنه مسلم وأن هناك نصوص شرعية تحرم على ذلك، يلبس اللباس الضيق اللاصق الذي يحجب عورته بالكامل ويظهره وكأنه عارف في الشارع. وللمرأة أيضا اللباس العاري، اللباس الضيق، اللباس الذي فيه فتنة للناس، لبس الذهب للرجال من الأمور المحرمة، ولباس الذهب أصبح كثير من الشباب ومن الرجال يشابهون الأمم الأخرى في هذا الأمر الذي حرمه المولى سبحانه وتعالى عليهم. مثلا تطويل الشعر أيها الإخوة، بعض الناس يحتج بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة، هذه الأمور أيها الإخوة إذا كنت تريد أن تقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلابد لك أن تقتدي بها كاملة، لا أن تنتقي ما يوافق الهوى وتقول أن أفعل ذلك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت أصلا لا تصلي ولا تصلي جماعة وأحيانا تضيع الصلوات، أنت لا تفعل السنن الواجبة عليك وتأتي سنة معينة تفعلها وتقول أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يفعله الكثير هو مجرد مشابهة للمغنيين والممثلين وللصرعات الموضة التي تأتي من الغرب، ثم يقولون نحن نقتدي في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان
بالشعر وفعلا على بقصات غريبة، والقزع للأسف الشديد الذي يفعله كثير من الناس بأنفسهم أو يفعلونه بأبنائهم، حلق الشعر من جهات معينة بالكامل وترك بقية الشعر في وسط الرأس، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنه ولا بد من الحذر منه. وإذا كنا نعذر الأطفال الصغار فلا عذر لكبار السن، فهذا من علامات البوذيين والمجوس وأولاد، تجد هذا علامة لهم وأمارة من أماراتهم، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. تعليق الصور في البيوت شابهنا فيها غيرنا، وضع التماثيل المجسمة الطيور و التماثيل المجسمة للإنسان وللطيور وللحيوانات عزكم الله في داخل بيوت، هذه مشابهة وهذا حرام، لا يجوز، ليس فيه فائدة وليس فيه خير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صور، هذه الصورة عادية، فما بالكم بالتمثال الذي يجسم إنسانا أو حيوانا أو طائرا أو غير ذلك. اقتنال الكلاب في البيوت هذه مشابهة لغيرنا، متى كان المسلمون يدخلون الكلاب إلى بيوتهم؟ متى كان المسلمون يربون الكلاب داخل البيوت؟ الآن كلاب مختلفة، كلاب الزينة داخل البيوت، وعادة أصبح كل شاب في يد أعزكم الله كلب زينة يربينه، حتى للأسف الشديد تفاجأ في الطرقات ببنات تحمل كلاب زينة في أحضانهن، وهذا من المشابهة من التقليد الأعمى، فيه حرام على الإنسان. التعلق بأهل الفساد في الدنيا مشابهة، أن تتخذ من مغني معين أو ممثل معين حتى وإن كان مسلما لكنه فاسقا تتخذ منه قدوة، تبدأ تقلد في لباسه وتقلد في قصة شعره، مغني لاعب أو غير ذلك، وتقلد في كلامه وفي حركاته، كل ذلك من التشبه والتقليد الأعمى الذي نهينا عنه. عدم الغيرة على النساء ليست من أخلاق المسلمين، بل ليست من أخلاق العرب حتى في الجاهلية، حتى المعتزلية لو ترجعوا لتاريخ هذه الأمة قبل الإسلام تجد من مميزات هذه الأمة الغيرة على الأعراب، لكن جاء الإسلام ثبتها وأكدها وقننها ووضع لها قيودا حتى لا تخرج عن مسارها بين الإفراط والتفريط. عدم الغيرة على النساء من أين جاءت المسلمين؟ كيف مسلم يرضى لزوجته تطلع أمامه بالشكل هذا؟ واضع المكياج على وجهها وشعرها خسرات شعرها برا ولابسة ضيق وصدرها ونحرها عريان ودرعاتها عريانات، وكيف يرضى مسلم لزوجته أن يتخالط الرجال وتجلس مع الرجال تتفكى وتمزح وتنكد مع الرجال وتضحك مع الرجال؟ كيف يرضى مسلم لبناته أيضا ولأخواته؟ هذا من أين جاءتنا؟ جاءتنا من مخالطة غيرنا، انبهرنا في المجتمعات الأخرى عبر سواء السفر، عبر العيش معهم، عبر القنوات الإعلامية، كل ذلك انتقل إلينا أيها الإخوة، وهو محرم في ديننا من التشبه والتقليد الأعمى. الاختلاط بين الرجال والنساء، متى كنا في ليبيا مثلا يحدث اختلاط بين الرجال والنساء في المناسبات الاجتماعية؟ تلقى خيمة الرجال في أقصى الشارع وبيت النساء في أقصى الشارع، ما فيش اختلاط، لا يمكن حتى في المناسبات حتى مع الضيف أن توضع خيمة رجال بجنب خيمة النساء. لا يمكن، كان الآن أصبح حتى الاختلاط دخول الرجال على النساء وفي حفلات الزفاف ودخول الزوج وأقارب الزوج وشقيق الزوج ومصور وأقارب الزوجة يدخل على النساء في حفلات الزواج والنساء بكامل الزينة وكامل المكياج وغير ذلك، هذا من التشبه والتقليد الأعمى، لم يكن في مجتمعي، لم يكن اللي كان في إنسان صغير في السن وما لحقش لازم تعرف واسأل أبوك واسأل أعمامك وأخوالك وعائلتك، ما فيش في المجتمع هذا. منين جانا؟ جانا من التشبه ومن التقليد الأعمى لغير المجتمعات التي انبهرنا بها وهو مخالف لشرع الله، الاختلاط بين الرجال والنساء في المناسبات الاجتماعية، خروج المرأة للسفر للأسف الشديد، المرأة أصبحت في ليبيا تسافر لوحدها دون محرم تسافر لأقصى الدنيا ويحدث ما يحدث. أين الرجال؟ أين الغيرة؟ على الأعراف
يكون بحرا. جملة كثيرة، موسيقى صاخبة وعاء في البيوت والسيارات، تشبه النساء، الكارثة الكبرى، المرأة حتى فيما يسمى زورا وبهتانا، احفظوها عني الكلمة هذه، فيما يسمى زورا وبهتانا بالحجاب الآن، اللي حوالي نسبة كبيرة أكثر منكم حتى من 80% النساء ترتدي في الحجاب وهو ليس بالحجاب، يسمى زورا وبهتانا بالحجاب، بنطلون ضيق، قميص قصير، نحر مشكوك ظاهر وبين، خصرات الشعر ملونة، شيء يوضع في خلف الشعر في خلف الرأس، شيء غير مفهوم، وأنشحة ملونة ومزخرفة ورسوم طيور، وهذه الرسوم المختلفة وهذه الإشارات توضع على العبايات المنتشرة في أماكن معينة بحيث أن ترتديها المرأة، تصبح هذه الإشارة وهذا الطير وهذا الرسم في مكان معين زيادة في الفتنة، هذا كله من الحرام. أي حجاب؟ فيش برامج حجب لذا زيها زي العريانة، زيها زي العريانة، يقولش ولا فلانة محشب. أي حجاب؟ الحجاب شيء في شرع الله، في كتاب الله، في حجاب في كتاب الله، وأمرت المرأة بالحجاب، واجب عليها فرض، مش انتقاء، مش مسألة انتقاء، مسألة قناعة وعدم قناعة، واجب عليها أن تتحجب. وجاء الحجاب، وصف الحجاب في القرآن، وجاء في السنة ما هو الحجاب، لكن ترتدي فيها غير النساء لا، وليس بحجاب. أي حجاب؟ قماش ثقيل، والمرأة تضربها الريح تصبح عالية أمام الناس، ماشية في الشارع اللي عالية. أي حجاب ذراع المرأة عريان؟ أي حجاب نحر المرأة عريان؟ أي حجاب يا أيتها التي تضحك على نفسها، على نفسها، التي تفتن عباد الله، التي عليها النعمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج من أجل فتنة الناس؟ أي حجاب وجه ملطخ كأنك في كرنفال، كأنك في احتفال في مهرجان، أي حجاب هذا؟ أي حجاب؟ والحواجب والألوان والأصبار واللباس الضيق والمشقوق واللماع والألوان، حجاب أحمر وحجاب أصفر وحجاب، كل هذا حرام، كل هذا من الحيلة. شبهنا فيه اليهود، حرم الله عز وجل عليهم أشياء فاحتالوا بالحيلة من أجل أكلها وشربها، كما احتال أصحاب السبل الذين قصصت قصتهم على أسماعكم في الخطبة ما قبل الماضية، وكما احتالوا على الشحوم فأذابوها وأكلوها زيتا وباعوها زيتا، هذه حيلة فيها اللعنة، كل ذلك من التشبه المنهي عنه. أقول ما تسمعون استغفر الله عز وجل لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذي اصطفى وشهد لا اله الا الله وحده الصمد والسلام على عباده لا نبي بعده. وبعد، فيا ايها الاحبه، كثير من الاخلاقيات وللاسف الشديد حتى اصبح الانسان يعيش في مجتمعه يعيش غريبا، لاننا قد تربينا وعشنا في بيئه محافظه، حتى وان كان الناس لا يفعلون الحرام ليس لعلم من هو حرام، لكن لعلم من هو من العيب، فكان الناس يستحون من بعضهم البعض. الآن كسرت جميع القيود وللأسف الشديد، وأصبح الإنسان يعيش غريبا وهو يرى مجموعة الأخلاقيات الغريبة، ويرى منظومة القيم تنهار في بلده وفي مجتمعه تحت وطأة الهجمات المختلفة على دين المجتمع.
وعلى أخلاقيات المجتمع. النساء في الأسواق، أغلب من يوجد في الأسواق قلنا من النساء، قرر أي سوق حتى الناس، حتى سوق الخضروات، حتى سوق الأغنام، تجد النساء بشكل غريب. متى كانت المرأة تخرج السوق؟ متى كانت إلا المحتاجة المضطرة التي تعول اليتامى، وحتى التي كانت تعول اليتامى كانت في غالب الأحوال تكلف شقيقها أو قريبا لها أو جارا من جيرانها. لكن الآن الناس مش تسمح المرأة تزاحم الرجال حتى في سوق الأغنام. هذا من التشبه ومن التقليل. خروج المرأة بمبرر وبداعي وبمدعي، المرأة أصبحت تقضي جزءا يسيرا من الوقت في البيت، وإلا الباقي في الأسواق من مول لمول ومن كافيه لكافيه ومن مطعم لمطعم وغير ذلك، وهو تضييع للوقت ويسبب فتنة وفيه مشابهة. وتعتقد المرأة بما سمعته في الإذاعات وعبر المسلسلات أنها لكي تثبت نفسها وتثبت شخصيتها لابد أن تخرج من البيت وتبدأ تدور من مكان مكانها. هذه المرأة القوية، المرأة المتحضرة المتمدنة، وما علمت المسكينة أنهم يضحكون عليها، يريدونها أن تكون سلعة لكل فاسق ولكل عبيد ولكل ذئب بشري لكي يشبع من جسدها بعينيه. وإن استطاع الوصول إليها لفعل من فوره. يريدون المرأة أن تغيب عن الغاية الحقيقية التي من أجلها خلق الله عز وجل، وهي تربية الجيل، وهي تربية الجيل. والأم مدرسة إذا أعددت الشعب الطيب الأعراق. يريدون منها أن تضيع مهنتها ورسالتها في هذه الحياة الدنيا. وللأسف الشديد تشبه النساء بالرجال في اللباس، أصبح كثير من لباس الرجال ترتديه النساء. كثير من يعني لما الواحد أحيانا يضطر للذهاب لمحلات بيع ملابس الشباب من أجل شراء ملابس لأبنائه مثلا، تفاجأ بالكم الهائل من النساء. أصبحت مرة تشتري من محلات ملابس الشباب وترتدي ملابس الشباب. وكثير من الشباب هداهم الله عز وجل أصبحوا يشابهون المرأة في اللباس، في اللباس وفي الميوعة، في الكلام المخنث، وفي التكسر في الكلام، وفي لبس السلاسل والأساور وغير ذلك مما حرم عليهم ومما يؤدي إلى مشابهة للنساء. فالمشابهة الظاهرية تؤدي إلى المشابهة الداخلية، وفي منادات بعضهم البعض، شوف شاب ينادي شاب آخر، شوف اسمع الكلام واسمع الألفاظ والمصطلحات كأنها بنت تنادي في بنت، إلا من رحم الله. هذا كله لأنه خطر على المجتمع إن لم يقف المجتمع لنفسه ويمارس الآداء ومن الأمور مهمتهم التي كلفهم الله عز وجل بها. بعد سنوات سيخرج جيل مائع، جيل أي جيل سيحفظ المجتمع؟ أي جيل سيدافع عن الأمة؟ وهذه أخلاقه وهذه هي تصرفاته. المرأة التي موجودة داخل كم هائل من الرجال في مؤسسة عمل معينة وتختلط بهم وتحتك بهم، لا تسمع مرأة تنادي في مرأة ومرأة تتحدث بمرأة بدون أن ترى وتقع عينك على عليهما، تتوقع أن حديث بين شباب. الألفاظ السوقية والألفاظ الشوارعية أصبحت النساء تتحدث بها مع بعضهم البعض أو مع بعضهم البعض للأسف الشديد. كل ذلك من المشابهة والتقليد الأعمى الذي يؤثر على مجتمعنا أيها الإخوة. أين الحياة؟ الحياة تمنح في بلاد الإسلام، الحياة التي هو صفة ملازمة للأنثى بالدرجة الأولى وحتى للذكور، والحياة من الإيمان. أين حياة الأنثى؟ والمرأة أصبحت تتصرف في الشارع وترفع صوتها في الشارع وتأكل في الشارع وتفتح الموسيقى في سيارتها في الشارع ولا تحترم الكبير ولا الصغير ولا الشيخ وغير ذلك. أين الحياة؟ أين الحياة من المرأة المسلمة أيها الناس؟ أحبتي في الله، أسوق بسرعة وبعجالة حتى ننتبه عن الأسباب الرئيسية التي أدت بنا إلى ما نحن فيه، التي جعلت كثيرا منا يتشبه بغيرنا من الكفار ومن المسلمين الذين نبذوا الدين ونبذوا الأخلاق، هو الاختلاط، الاختلاط المعاش، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. سواء كانت مباشرة إنسان يذهب يقدر السفر إلى بلدان معينة ويعيش معهم تنتقل إليها الأخلاق، أو مقيم هناك
من أجل الدراسة أو العمل ويكون لديه وازع من دين وأخلاق فتنتقل إليه هذه الأخلاق ويصبح يتشبه به، أو من خلال هذه بؤرة، بؤرة التلفزيون ومواقع الإنترنت وغير ذلك، حتى هي أصبحت سبب وسبب رئيسي ومباشر من أجل في نقل هذه الأخلاقيات السيئة التي نهينا عنها. من الأسباب أيضا التربية الخاطئة داخل البيوت، لما الأب والأم ما يكونوش على درجة كبيرة من الوعي، ما يكونش الأب معتز بدينه ولا تكون الأم معتزة بدينها، ولا يكون الأب والأم عندهم دراية بأصول التربية الإسلامية الحقيقية، لما يبدأ الأب يزدري والأم يزدري الأب وتزدري الأم بأفعالهم يزدروا التربية الإسلامية والأخلاق الإسلامية، لما الأب والأم يجلسوا مع أبنائهم ويتفرجوا على المسلسلات الفاسقة والتي تدعو للفجور جماعة داخل البيت، لما يبدأ الأب ما يغرس في أبنائه حب الدين والغيرة والحشمة والأخلاق والاعتزاز بالهوية الإسلامية وغير ذلك، لما يبدأ الأب يسمح لأبنائه يسمح لأبنائه وبعلمه وبموافقته وربما حتى بتحريضه بالنسبة لأولاده والأم لبناتها بارتداء القصير والمحزب والعالي والمشقوق وغير ذلك وإقامة العلاقات والسكوت على ذلك، كيف ستكون النتيجة؟ هذا من الأسباب الرئيسية، التربية الخاطئة، التأثر بالأصدقاء، الساحب ساحب، الصاحب مساحب، قل لمن تعاشر أقول لك من أنت، اختلاط الإنسان بأصدقاء يحملون أفكارا سيئة أو من عائلات تختلف عن عائلتك، أنت تربيت في بيئة محافظة وفي عائلة محافظة وعائلة متدينة قدر المستطاع، فأنت لما تصاحب ناس عائلتهم الله المستعان البيت تكون هب ودب خارج وطالع وعادي البنت قدام اخوها واخوه قدام اختها والام عادي والابو عادي كذا، فانت تتاثر بهم، فلابد من مراقبه الاصدقاء، لابد من مراقبه الاصدقاء ومراقبه المعاشر هؤلاء الابناء والبنات، لابد ان تراقب ذلك يا ولي الامر للهزام والضعف النفسي للانسان، يكون الانسان شخصيته ضعيفه. مشكله شبابنا اغلب الشباب من الجنسين ان شخصياتهم ضعيفه، لديهم انهزام داخلي، يحسوا في انفسهم انهم اقل من الاخرين، يعتقدوا في انفسهم انهم لكي يكون راجل باش يكون راجل او هي باش تكون انثى حقيقيه ومراه حقيقيه، لابد بيسبس يدخن، لابد بيلبس ممثل، لابد بيسمع موسيقى، لازم يلبس لباس معين، لازم يدير انحرافات، يقص شعر بطريقه معينه باش يكون راجل، لان عنده انهزام داخلي. وايضا البنت، وهذا يعود الى التربيه، تفريطنا في تربية أبنائنا هو الذي أوصلنا لهذا أيها الناس، جهلنا بحقيقة ديننا، دين العزة، من يبحث عن العزة، العزة في الإسلام، من يبحث عن الكرامة، الكرامة في الإسلام، من يبحث عن الرجولة، الرجولة في الإسلام، من يبحث عن الرفعة، الرفعة في الإسلام، ربعي الأعرابي الفقير لباسه مقطع، لباسه ممزق، فقير أشعث أغمر، إذا رأى الناس ازدراه وأبعدوه ولم يقتربوا منه دخل في رمح على إيوان كسرى، كسرى عظيم الفرس كان يملك نصف الدنيا تحت حكمه، دخل عليه برمح يمزق كما يقال بساط الأحمر الذي يمشي عليه الملوك ويمشي عليه السفراء، يمزقه بهكذا ثابت الخطى ويخاطب كسرى بالعزة، نحن قوم أرسل الله عز وجل لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، عزة الإسلام، عزة الإسلام، لابد أن نعرف أن ديننا دين العزة وأنه لا عزة لنا إلا بالدين، لا عزة لنا بالدين، وكلما اعتززت بدينك احترمك الآخرون، هذه الحقيقة الغائبة عن أذهاننا وعن أذهان ساساتنا وقادتنا ورؤسائنا ورؤسائنا وزعماؤنا ومن ولاه الله عز وجل أمرنا، الحقيقة الغائبة عن أذهانهم البريدة والغبية، أن عزتنا ورفعتنا في اعتزازنا بديننا مش في الانبطاح والغرض، كلما انبطحت كلما داسوا عليك بالأقدام، وإذا أنت لم تنحني ما استطاع الآخرون أن يركبوا على ظهرك، واعتزازك أن يكون إلا بالإسلام، ليس لديك شيء تعتز به، يعني هذه الأمة أمة دليلة، أمة مهانة أعزها الله عز وجل بالإسلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغيت العزة في غيرك هذه حقيقة ثابتة، لا تكن تعتز بقوميتك ولا بلغتك ولا بالنفط متاعك ولا بالصحراء ولا بالساحل متاعك ولا بالموقع الجغرافي، وكل ذلك لا يساوي شيئا.
يجهلون حقيقة الغرب. نرى في الغرب منذ أن ولدنا وهم يصقون آذاننا ويصبون في أذهاننا ويملؤوننا بالانبهار بالغرب والحضارة الغربية والغرب والغرب المقدس والغرب والغرب في الحديث والدين. والحقيقة غير ذلك يا جماعة، هذه قشور قشور. من يريد أن يعرف الغرب يعيش في الغرب، أو يسأل من عاش وضحا كبيرا من الزمن في الغرب وعلم حقيقة الغرب ويفتح الكتب ويقرأ النشرات ويقرأ الإحصائيات، يرى تفاهة الغرب، يرى انعدام الأخلاق عند الغرب، يرى لما الغرب ما يعرفش أمه لولداته، ما يعرفش أبوه، ويرى أبوه وأمه ملوحين في الشارع ما يعرفهمش، ويرى نكاح المحارم وزين المحارم في الغرب، ويرى ولادة البنت من أبيها، ولادة البنت من أخيها ومن عمها، ويرى ولادة الأم من ابنها، ويرى أطفال الشوارع، ويرى الربا، ويرى الزنا، ويرى الفواحش، ويرى الدمار، ويرى الانتحار، مثل الانتحار العالية، ويرى كل هذه القاذورات. لماذا أنت إذن تنبهر بهم؟ لماذا تنبهر بهم؟ ما الذي يملكونه؟ هم عبارة عن كيس من القاذورات، كيس من القاذورات. يكفي يكفيك عزا وشرفا أن ربك الله سبحانه وتعالى، يكفيك عزا وشرفا أن رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، يكفيك أنك تشهد في كل يوم وليلة عشرات المرات أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يكفيك أنك تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، يكفيك هذا العز، يكفيك أن الله عز وجل اصطفاك جعلك من خير أمة أخرجت للناس. تنبه لمين؟ ما الذي لديهم؟ ما الذي لديهم؟ تنبه بالقطارات والطرق، هذه أمور دنيوية بإمكان الإنسان وهي أساسية، ومن حق الناس أن يطالبوا بها وأن يعيشوا في رفاهية. وفي عهد الإسلام لما كان الإسلام إسلام وكانت دولة وكانت خلافة إسلامية حقيقية، كان الغرب يقلد أهل الإسلام في تطورهم في حضارتهم. لكن الحقيقة بما يحمله الإسلام من دين ومن أخلاق ومن مبادئ ومن مثل ومن قيم، هذه هي التي تجعل الإنسان إنسان. فلا تنبهروا بهم ولا تنبهروا بحضاراتهم الزائفة، بل اعتزوا بدينكم واعلموا يقينا يقينا أن الخطأ السبب الذي نحن نعيش فيه الآن في هذا الزمن الذي تعانيه الأمة على مستوى أمة من الذل والهوان وكل من هب ودب، حتى الأمم التافهة التي الحقيرة التي لا تساوي شيئا ركبت على أهل الإسلام. هذا الذل وهذا الهوان وهذا الاستعباد وهذا التأخر الذي تعيش أمة الإسلام ليس بسبب الإسلام. إياكم ثم إياكم أن تصدقوا أحدا يطعن في الإسلام أو أن يبين أن سبب ذلك هو الإسلام. السبب نحن، الخطأ في المسلمين، الخطأ فينا نحن، خطأ نحن الذين لم نعلم حقيقة الإسلام، الخطأ فينا نحن الذين لم نفقه حقيقة الإسلام، الخطأ فينا نحن الذين لم ننصاع لحقيقة الإسلام ولم نطبق الإسلام في حياتنا وفي واقعنا وعلى أنفسنا ابتداء. الحق فينا نحن الذين بدل أن نعود إلى ديننا صرنا نسعى في إبعاد الناس عن دينهم وفي سبيل إلغاء المناهج الدينية وقف مدارس التعليم الديني ولذلك اتباعا وتشبها وتقليدا للغرب الذين قضوا على دينهم دينهم الباطل أساسا. خطأ فينا نحن، ولا عودة ولا عز ولا رفعة إلا بالإسلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا جميعا إلى دينه عودا حميدا عاجلا غير آجل، وأن يعجل بالنصر لهذه الأمة. اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا بلاء إلا كشفته، ولا خيرا إلا
وخيانه وخداعا، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدميره، واجعل دائره السوء تدور عليه. اللهم من كان لك كذب، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدميره. اللهم هيئ لنا اهل الخير يا رب العالمين، وارزقنا يا ربنا بالحاكم الصالح الذي يخافك ويتقيك ويحكم شرعك فينا يا رب العالمين. اللهم انصر دينك، وانصر كتابك، وانصر سنة نبيك، وانصر عبادك المخلصين الموحدين يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة محمد، اللهم فرج عن أمة محمد، اللهم فرج عن أمة محمد، اللهم فرج عن كل مظلوم، اللهم فرج عن كل مظلوم، وعن كل ضعيف يا رب العالمين، وعن كل محتاج يا رب العالمين. اللهم انصر اللهم انصر المظلومين، واقهر الظالمين، اللهم فك الحصار عن جميع المسلمين المحاصرين يا رب العالمين. اللهم رد المهجرين الى ديارهم ومدنهم واموالهم واملاكهم واهاليهم عاجلا غير عاجل يا رب العالمين. اللهم من اراد بنا في ليبيا شرا اكفنا شره يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا في ليبيا عدوان المعتدين وكيد الكائدين وتآمر المتآمرين، واللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على القوم الظالمين يا ربنا، إنا عبادك الضعفاء، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، وقفنا ببابك، استغفرنا بك، واستجرنا بك، ولجأنا إليك، ورفعنا كف الضراعة إليك، يا حي يا قيوم، يا علي يا عظيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لك الأسماء الحسنى والصفات العلى، اللهم إنا نتوسل إليك بلا إله إلا الله، اللهم إنا نتوسل إليك بأنه لا معبود بحق إلا أنت، اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العلي العظيم، وباسمك الحي القيوم، اللهم إنا نتوسل إليك بكل عمل صالح قمنا به في حياتنا ابتغاء وجهك الكريم، يا الله يا الله يا الله، عجل لنا بالفرج في ليبيا، عجل لنا بالفرج في ليبيا، عجل لنا بالفرج في ليبيا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اهدنا سبيل الرشاد، احفظنا من القوم الظالمين، احفظنا من القوم الظالمين، احفظنا جميعا من القوم الظالمين، وانصرنا وانصر جميع المسلمين المستضعفين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين.